يعني انا شايف حضرتك حتى عينيك دمعت من الفرحه. يعني ما فيش يعني هو يعني انا عايز اقول ان كل ضيوفي الحقيقه في الاستوديو يعني الفرحه مالي عينيهم والدموع يعني دموع المكسب الحمد ودموع لله الفرح ودموع الحمد حب لله. النادي الاهلي. كابتن محمد دموعك دي غاليه علينا طبعا يا كابتن، ودموع طالعه ربنا يخليك كابتن. من نجم كبير اهلاوي، ويا رب ان شاء الله يعني مزيد من البطولات. بس الدموع دي بتبقى الواحد فرحان بيها لما بيلاقي النادي الاهلي في مكانه الطبيعي وفي مكانه اللي يستحقه دائما ابدا، ومنظر الجمهور ومنظر كابتن محمود الخطيب وهو يعني بيدخل الصاله الحقيقه منظر اكيد هزنا كلنا، لان ما فيش حد بعيد عن النادي الاهلي، ما فيش حد يتمنى النادي الاهلي غير الكل خير. كابتن منى انا شايف برضو دموع خفيفه كده.